طيب بما ان احنا في العيد النهارده تالت ايام العيد، كان سؤال حلقتنا النهارده قضيتوا العيد ازاي؟ وصلنا طبعا بعض التعليقات من حضراتكم، خلينا نتابعها كده مع بعض. اسماعيل الجمل بيقول قاعد في غربه في السعوديه، ربنا يهون عليك يا استاذ اسماعيل وكل سنه وحضرتك طيب. طيب في بقى منى خليل وعيشه جلال، هما اتنين بيتكلموا مع بعض. منى نادت على عيشه وقالت لها كلمي. عيشه قالت لها قالت لها اتفسحت بين المطبخ والصاله. طيب ما هي فسحه يا جماعه يعني. طبعا طبعا ممكن ترجع بقى تاخد يوتيرن كده من عند اي اوضه وترجع تاني. في نوال بتقول في المطبخ وحياتك وبنرجع على الكنبه ودمته. في ايمان موسى كمان بتقول السطح برضه، نشم شويه هوا كده يا استاذ ايمان. طيب في ميرو روز بتقول اول يوم في بيت اهل جوزي، تاني يوم عند امي ومراجيح بقى لاولادي، وتالت يوم لسه بكره بقى. هتروحوا فين بقى؟ انا محتاجه حد يا جماعه يقول لي ان هو خرج. لا هو حتى لما فيش حد خرج. في جيمي صلاح بيقول هنا وهناك. انت بقى يعني بس واضح ان الناس يعني محتاجه ترتاح لو تعالي كده غالبيه التعليقات. بس برضه العيد لا، محتاج ان انت تخرج وكده يعني، محتاج تغير جو يعني. بس واضح ان فعلا في ناس كتير قوي قعدت في البيت. في كمان زيزو المصري قال خروج بعد 2 صباحا عشان الزحمه، ومفيش زحمه قوي في العيد بتهيأ يا زيزو. في ناديه بتقول في البيت طبعا. في مامه علي بتقول بتفسح في البيت. حلو والله. وفي بقى دكتوره رباب، الحمد لله يا جماعه حد خرج اهو. دكتوره رباب بتقول احنا اول يوم صلينا وطلعنا العيله كلها يعني، اكلنا طعميه في الجناين وخرجنا بالليل بقى زيارات عائليه، وبعدها خرجنا بالليل، وامبارح خرجنا اتفرجنا على ماتش صلاح. الحمد لله حد كويس. خرج واتفسح واتبسط، حد كسر القاعده. احمد عامر صباح الخير عليكم، انا قضيت العيد ما بين السرير والشاشه بما اني من عشاق صباح الخير يا مصر، فانا بتفرج على البرنامج طول ايام العيد. دعواتكم ليا بالشفاء، ربنا يشفيك ويعافيك. واحنا متشكرين جدا ليك يا احمد، ونتمنى نكون بنقدم حاجه فعلا انت محتاجها، لان ده هدفنا. في كمان محمد حسني محمود احمد بيقول بصفتي طبيب بشري انا خلصت صلاه العيد ورحت الوحده الصحيه على طول، لان العيد بالنسبه لينا بنقضيه في الشغل. ربنا طبعا يديك الصحه انت وكل العاملين في القطاع الطبي والقطاع الصحي، الحقيقه يعني مجهود كبير جدا بتقوموا بيه طبعا، ومفيش فيها اجازات دي بقى. صحيح. في اميره فتحي بتقول صباح الخير عليكم، انا بحبكم جدا ويا ريت تقروا التعليق بتاعي على الهوا، انا بقى قضيته في البيت لاني كنت تعبانه جدا ايديا. الف سلام عليك يا استاذ اميره، كل سنه وحضرتك طيب.